السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثانية، محاضرتنا هذا اليوم تتناول موضوع tenses in English، الأزمنة في اللغة الإنجليزية. English has 12 tenses. These tenses are built up by combining tense plus aspect. Tense distinguishes past, present and future. Aspect distinguishes simple, continuous and perfect. Thus, there are 9 basic tenses and 3 complex tenses. The following are the list of tenses with examples and table which illustrates tenses, the examples and temporal reference which they denote. أعزائي الطلبة، تحتوي اللغة الإنجليزية نظامها على 12 زمن. هذه الأزمنة تتكون نتيجة الجمع بين الزمن والناحية الزمنية، بحيث لدينا الزمن يؤشر لنا 3 أزمنة اللي هي الماضي، المضارع، المستقبل. أما الناحية الزمنية فتشخص لنا حالة السمبل، كنتينوس، البيرفكت، حالة البساطة والاستمرارية والتمام. وبهذا فعندنا في اللغة الإنجليزية لدينا 9 أزمنة أساسية و3 مركبة أو معقدة. الشريحة اللاحقة راح تبين لنا القائمة الكاملة بهذه الأزمنة لنرى ذلك. أحباء الطلبة، الآن نكمل هذه القائمة اللي هسه لو نحسب الأزمنة هن 12 الزمن اللي هن أمامنا. نبتدي بـ present simple، المضارع البسيط I do، the present continuous I'm doing، present perfect الثاني هو المضارع المستمر، الثالث اللي هو المضارع التام I have done، الرابع اللي هو present perfect continuous المضارع التام المستمر I have been doing، الخامس اللي هو past simple I did، السادس اللي هو past continuous I was doing، السابع اللي هو past perfect I had done، الثامن اللي هو past perfect continuous I had been doing، التاسع future simple المستقبل البسيط I will do، اللي وراء العاشر future continuous I will be doing، اللي وراء الـ11 future perfect المستقبل التام I will have done، وأخيرا الزمن الثاني عشر اللي هو future perfect continuous المستقبل التام المستمر I will have been doing. أحبتي الطلبة، الجدول اللي أمامنا يوضح لنا الأزمنة 12 الموجودة في اللغة الإنجليزية the 12 verb tenses، بحيث لدينا في الجانب الأيسر الناحية الزمنية اللي تشخصنا اللي هي simple, continuous, perfect and perfect continuous، والأعمدة الثلاثة عموديا عندنا تشخصنا التنس اللي عندنا past, present, future. في كل مستطيل موجود مثال على الزمن وتركيبة الجملة اللي يجي بيها هذا الزمن والإشارة الزمنية للزمن وكيف يعني إلى ما يشير الزمن واستخدامه. مثال ذلك لو نأخذ الـ past simple I ate pizza، تناولت البيتزا yesterday، يعني هذا إشارة لمن؟ إلى البارحة، يعني إلى الماضي. العمود الثاني مقابلة I eat pizza، أنا أكل البيتزا، كاتب جوا everyday، يعني تناول البيتزا هو يوميا وبهذا يعني تعادة عندنا. العمود الثالث I will eat pizza، سأتناول البيتزا tomorrow، غدا، في إشارة لمن؟ إلى المستقبل. هذا الزمن، هذا الحالة البسيطة. الحالة الاستمرارية بالماضي اللي هو عندنا ماضي مستمر I was eating pizza when you arrived، انت يعني عندما يعني وصلتني اني كنت اكل بيتزا، لانه عمليه التناول عمليه مستمره وبالزمن الماضي. مقابلها I'm eating pizza right now، يعني الان اتناول البيتزا، يعني في الوقت الحاضر العمليه مستمره، عمليه تناول البيتزا. الجدول الثالث بالحقل الفيوتشر بالحاله الاستمراريه اللي عندنا مستقبل مستمر I will be eating pizza
when you arrive, when you arrive عندما ستصلني يعني يعني غدا او مستقبلا سوف اكون اني اتناول البيتزا، يعني لا متناولها سابقا ولا اتناولها الان، مجرد ما توصلني انت قبل ما توصل راح تجي تلقاني اكل بيتزا، فاذا بها اشاره مستقبليه. الحاله الثالثه اللي هي بيرفكت، صيغه التمام بالماضي التام بالباست بيرفكت، I had eaten all of the pizza when you arrived. معناتها انه قد تم تناول البيتزا وانتهت بحضورك انت، يعني شيء انتهى في الحقل في الزمن الاسبق. الحقل الثاني عندنا present perfect، فبالمضارع التام مثال ذلك I have eaten all of the pizza، قد تناولت كل البيتزا بانتهاء ببداية انطلاق هذا الزمن، لنقطة الانطلاق مالته هي في الماضي، وآثار المترتبة أنه أنا أكلت بيتزا كلها في الوقت الحاضر، يعني this means that I'm full and pizza is finished. أنا معناتها أنا الآن يعني شبعان I'm full والبيتزا منتهية. الحقل الثالث اللي هو future perfect، I will have eaten all of the pizza by the time you arrive. See؟ إذا بها إشارة مستقبلية وتمام بزمن المستقبل، بالوقت اللي تصلني أنا أكون قد أتممت تناول البيتزا مستقبلا. أخيرا عندنا perfect continuous، الأزمنة الثلاثة اللي تسمى بالأزمنة المركبة اللي تشمل حالتي الاستمرارية والتمام بكل زمن بالباست وبريزنت وفيوتشر، في زمن الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي التام المستمر I had been eating pizza، المضارع التام المستمر I have been eating pizza، المستقبل التام I will have been eating pizza. وشكرا جزيلا.